بست نقاط. كرة الأمامية تبع هدوية مش لعبة. خالد تكزي عم يلعب كرة أول أهداف المباراة. محمد صابر عم يسجل أول أهداف المباراة. إبعاد الخطورة. فرصة لفريق البرج، فرصة لفريق كاف. عادت مع يوسف بركات من جديد لمحمد صادق داخل منطقة جزاء. كسر صادق، سدد صادق، سدد صادق، سجل صادق، جول! الهدف الأول بالمباراة لفريق البرج. ودائما مقطوعة من سعد شويكي للأمام باتجاه محمد صادق يلي انتقل ليكون على يمين الملعب بعد ما شفناه ببداية المباراة على اليسار. صادق محمد للانطلاق على الجهة اليسرى. محمد صادق عم يواصل المرور، عم يواصل التقدم، عم يمرر على علي عبود لعيب ثاني من الملعب. في محمد صادق سريع، شوفوا محمد صادق شو هاللعيب، شو هاللعيب، الله يحميه، الله يحميه. حصار ومحاولات ونقل الكرة وصناعة، وصناعة في المرمى، جول المنتخب اللبناني، جول المنتخب. محمد صادق يصادق على هذه التمريرة ويركنها. الحمود بدوره أمامية لمحمد صادق. استمر المرور من محمد صادق. تكج عم يطلبها صادق، عم يستمر بمرور. كنترول من محمد صادق بالإعادة، بالإعادة الكنترول والمتابعة، ولكن لهدف المباراة، لهدف البطولة، لنجم اللقاء محمد صادق يلي عم لجانب زوجته المريضة بغانا. ما رح يرجع لفريق البرج، والبرج رح يكمل البطولة بعنصرين اجنبيين بالوقت اللي محمد صادق ما نجح بالمتابعة. محمد صادق بيحاول يتابع، محمد صادق بينجح محمد صادق الحل الوحيد والامل الوحيد للبرج ليعمل هيك اي شيء بالمباراة. نصار بالصراع مع محمد، محمد عم ينجح عليه الصادق، عم يحافظ على كرته محمد صادق. التكجي، تكجي امامية لمحمد صادق. حل من الفريقين يمكن هدف وحيد يحسم على الامور. شو هالمحمد صادق، شو هالمحمد يلي ما راح يكون مرضي لاي واحد من الفريقين بالوقت يلي البرج عم يحاول يرد بشكل سريع على الانطلاقه من محمد صادق يلي هو كان ارتكب الخطا يلي ادى منه الهدف الاول. من بدايه مباراه على فريق البرج ولا حاله تسلل على فريق شباب الساحل. محمد صادق، محمد صادق قاري بهالوقت هذا الخطا هون يلي صار. رول التكجي والكره العرضيه والمتابعه من محمد صادق. صادق هجمه برجويه مع محمد صادق مسجل الهدف، يتقدم صادق، صادق بيتخط. هذا محمد صادق عم ينطلق بحاجه كمان هو لهدف.